نبض الحروف تلمست جدائلي كنسيم عشق تشتهيه دخائلي يأتي ليرسم في البوادي لوحة للشعر يكسو بالجمال شمائلي كيف الخلاص من الحروف وإنها مهج حوتها بالحنان خمائلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدون الأعزاء جيناكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الحروف، ساعة امتداد ساعة من الجمال، ساعة من الشعر من الأدب، بنتناول وبنصول وبنجول فيها حول هذه المفردة الرفيعة، مفردة الشعر ومعنى الشعر وجوهر الشعر والأدب. يزعدني ويسرني جدا أنه يكون معي داخل استوديو قناة العالمية في برنامج نبض الحروف شاعر جميل أحمد سراج الدين والشاعر عمر حسن وأستاذنا وصديقنا الشاعر الجميل علي يوسف. بداية مرحب بك أحمد. مرحب بك أحمد عماد الدين، وحقيقة سعيد جدا بالإطلالة في هذه القناة الجميلة جدا والرائعة والدائما بتعكس الشعرة للمستمعين، وإن شاء الله نتمنى لها دائما المزيد من التقدم والازدهار والرفعة في من بين القنوات يعني. كمان سعيد جدا إنه يكون معي داخل الاستوديو صديقي الجميل عمر حسن. مرحب بك عمر. مرحب، مرحب بك أحمد، وإن شاء الله يعني نكون خفيفين عليكم إن شاء الله. علي يوسف كمان مرحب بك وسعيدين إنك تكون معنا. أهلا وسهلا يا أحمد، وإن شاء الله نقدم حاجة جميلة نستمتع بها نحن أولا إن شاء الله. وعدنا المشاهد بأنه نقدم له أرقى وأجمل ما يكون من هذه الأوزان الجميلة اللي بتدخل مباشرة في وجدان المستمع. أحمد، خلينا أسألك سؤال روتيني، شنو هو الشعر؟ والله الشعر، الشعر ممكن نقول هو يعني هو الحياة، هو التنوع، التنوع في 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 التذوق. يعني ممكن ما التذوق ما مثلا إلا مثلا أغاني أو كده، التذوق ممكن تكون كلمات تعبر للدواخل، ممكن تكون يعني إبداعات أدبية تمس الدواخل، وبالتالي يعني أصلاً هو الحياة أصلاً كل حاجة يعني باعتباره بتمس المشاعر وبتحيها، فهي بتأثر عليها مباشرة يعني. جميل. عايز. عمر. والله يا أخي مفتكر الشعر ده يعني كأنه عبارة عن لغة، لغة للذات. طيب. يعني أفتكر إنه لازم نتواصل مع الشعر، مع الشعر لازم نتواصل، نعرف كيف نتواصل مع اللغة بتاعت الشعر اللي هي تعتبر كأنها أداة تحفر داخل الذات الإنسانية. ودوما معناته انه الزول يكون منغلق على ذاته او انه النص يكون مغلق وما يصل لدوره من الخارج. طيب. فبكده نحن يكون انتجنا شعر يكون ممتد على طول طيلة الانسان في الشعر. هون جميل. علي. انا والله اتخيل ان الشعر من الحياة الصعب تتعرف، تخد تلات عيف مانع جامع، لكن الشعر هو ممكن تخد تلو اطار معين، ممكن تخد بعد ذلك الزول على حسب نظرته ممكن يلف حوله، اللي هو الشعر يتعلق بالإنسان، من العلوم الإنسانية المهمة. يعني ممكن كلمة علم تكون تقيلة عليه، لكن تقيلة على علاقة الشعر مع العلم، أنه ما ناس ما بياخذوا كعلم. أنا من الناس اللي ما بأخذ الشعر كأنه هو بس عاطفة، يعني الشعر فيه جانب فيه جانب عقلاني فهو له علاقة بالإنسان. يعني إنسان والشعر، حتى مسألة أنه الشعر أول ولا الكلام العادي، يعني في نظريات بتقول انه انسان بدا بتكلم شعرا ثم بدا يتكلم نثرا وكلاما عاديا. فالشعر من الصعب انه تخطه وتعريف، لكن هو له علاقه لصيقه بالانسان وفاحه وتاحه. يا سلام. طيب ممكن ابو حميد وعمر وعلي من الدردشه البسيطه دي نطلع بانه احمد قال مختصر كلامه انه الشعر هو الحياه. عمر بتكلم عن لغه الذات، ممكن نقول انه الشعر يعني هو الترجمة للغات غير مفهومة بيكون الضجيج الداخلي داخل الإنسان، حاجات أنت ما بتقدر تشرحها، ما بتقدر تتدفق براها في شكل بتاع تفاسير وترجمات للموضع الخارجي أو الموطن الخارجي، بتطلع في شكل لغة، لغة ممكن تكون مفهومة، وحتى لو ما كانت مفهومة بتكون محسوسة بالنسبة للمستمع، ممكن هو يعني يتوغل معك في الإحساس بتاع القصيدة. علي بيقول إنه الشعر وإن كان ما عنده تعريف لكن هو بيرتبط بالعقلانية والإنسانية، وفعلا
بيقولوا إنه لا يمكن للشاعر أن يكون شاعرا ما لم يكن إنسانا، لأنه أصلا الصفة الأولى من صفات الشاعرية صفة الإنسانية، وصفة الإنسانية هي الجوهر بتاع الإحساس. أنت إذا ما اتخلدت جواك معاني الإنسانية ما حتقدر أصلا تحس بما حولك. والشاعر شعر يشعر شعورا، صح؟ هو الزول اللي عنده بيسموه السنسيتيفيتي سيندروم، متلازمة الحساسية الزايدة، إنه زول بيحس بكل حاجة حوالينه. فممكن دي الحاجة ان احنا طلعنا بها من دردشتنا حول شنو هو الشعر، خاصة كلمة الضجيج الداخلي عجبتني شديد، فعلا هي بتلخص انه الضجيج الداخلي الانسان. صحيح. طيب نحن نبدأ طوالا بنصوص، نسمع نصوص. طيب نبدأ بأحمد. نص بعنوان ما تفارق يا قلب الضلوع. ما تنفلت يا قلبي من بين الضلوع، وجع الضلوع في نبضة من جواك، تحس نفسا عميق تتفتح شرايينك، وريد والدم ليشتاك للرجوع. وليه الألم بيصدر أنين؟ وليه في الحشا بيلصق جنين؟ في الدنيا بنعيش دنيتين، في الموت في لحظة ركوع. سبحان من صنعك صنوع سخر من العين والدموع شان تلمس الواقع حواس، والحادثة بتخاف الوقوع. يتأمل الأفق المسطر بروايح اللوز معطر، فيه المطر صافي ومقطر، مدلي من صفق الفروع ينساب على شقة صفق يد الطراوة على الربوع. والاندهاش سره العميق زي لهفة الزول الغريق، هدفه الأخير كيف الطلوع. شقة الصحاري مع المغيب، بس أحزر الشوق والدبيب، ما يغرك الشفق العجيب، واصل طريقك للرجوع. وما يخوفك شكل الجبل في القمة، منتظرك أجل، عارف الأجل مضمون، زل مكشوف مضاريه الخجل، واصل طريقك للطلوع. وما ترتبك من لحظة مرت بسبب أصبح مجرد من علة أو صيغة جموع، ما تنتظر شوق لو نسيت إنه الطفل غالب الرضوع. وما تعرقل الطيف لو يجيك، خليه يتلمس مشاعرك بصدق، يضمن مكانته بين يديك، قبالي بيه خاطره عليك، أهديه إحساس زول قنوع. وما تفارق الوطن الفسيح، وما تخلي تلجريت يسيح، هو الهدف عند المسيح، الناس في صف ضقيف خضوع. والصبر كل الصبر، صبرك يتثبت من تراب قلبك، رشوشة من سحب دربك، تشيل من طعم مرك عذاب، تطلع جذور الهم قلوع. وعند الصبر مفتاح طبول، أبواب تتحدى الصدى وتتعمد، نسيان المضى ومغصوبة تمرك كلمتها عشان تفقد السيف والدروع. واتبكمت كل الحواس، اتبكمت كل الحواس صبحة تعوع على القلب، يا ريت كان يفهم فهم من حاسة ما بتعرف كذب للريت، تمغلط وتنجذب تجذب أحاسيس الدموع. يا سلام. وما تفارق يا قلبي الضلوع، وخليك معاي ورافقني في شحري وغناي، وخليك رفيق روحي وجناي، كل رجاي أملي ومناي، بس عيش معاي باقي العمر، ما يبقى زول في الحب سواي، بس عيش معاي باقي العمر، ما يبقى زول في الحب سواي. جميل والله. أحمد، أنت قلت تواصل طريقك للرجع. هو المعروف إنه الزول إذا واصل طريقه فالاتجاه بيكون أمام. فهنا في حاجة جميلة، واصل طريقك للرجوع. يعني هل ده في نفس أحمد كشاعر هو خوف من الأمام، ولا هو شنو تحديدا؟ والله تحديدا أنا هنا ما بخاطب القلب. وأصلا النص ما هو ما تنفلد يا قلبي من بين الضلوع، يعني ما تمرك، ما تطلع يلا الرجوع ده، ما أنا واصل طريق للرجوع، يعني ما تم هاي، يعني تبع اعتباره أنت القلب ما يطلع. إذن هو أنا ده كله في خوف من الطلوع ده، يعني في خوف من الأمام. وصية كده بيقول شنو، وصية مشددة، يعني إنه شنو، إنه الزول يرجع، يعني إنه يا قلب أرجع ما تمشي قدام، أي واصل طريقك للرجوع، يعني هو باعتباره أبحر، يعني دائما وسرع. جميل والله. محمد حقيقة على القصيدة دي، الله يديك. عمر نسمع. ماء أنا طين خليط من هناك ومن هنا، غصن يميل ولا يحس بميله، ولطالما مالت به ريح الغواية فانثنى. أنا ذرة في الكون كانت في سديم الغيب
غيما ثم جاء الطابر الأزمان نحوي كي تقيس اليوم حجمي في الدنا وأنا أراني حين أركض خلف أشباحي وأشباهي كثير يملؤون الأرض حزنا مؤمنا أهفو إلى نفسي القصية بين أضلاعي وأبحث عن لسان في فلات حين يمطر في ثراها الغيم تنبت ألسنا وأعود لي كالماء بين البحر والغيم المثافر في بلاد الله يهجر كل أرض لا يفيض عطاؤها حبا يحيل الشوك فيها سوسنا وأعودني نجما تعلق بالسماء هداية كيما يعود له السنا وأعود أرحب من فضاء الكون كونا كلما صعد السجود وفاض شوقا وانحنى. الله يا سلام. عمر كده عليك الله قلت لنا البيت بتاع الغيم انه الغيم يرحل عن كل بلد في البدايه انه هو الغيم بيسافر في بلاد الله عامه لكن هو بيجي احساس بالنقي من بلاد ما بيفيض فيها الاحساس الجميل اللي بيحول الشوك للسوسن. كده تكلم لنا انت ذاتك شويه عن البيت ده. طيب البيت اصلا هو اعيدني غيما في بلاد الله كده تغريد سوسن. طيب كده تكلم اشرح لنا شيء البيت تكلم لنا حق. يعني بتقول انه وقول أعود لي كالماء بين البحر والغيم المسافر في بلاد الله يهجر كل أرض لا يفيض عطاؤها حبا يحيل الشوك فيها سوسنا. بمعنى أنه الغيم نفسه هو عنده المشاعر الإنسانية اللي بتخليه يهجر كل أرض ما فيها النواة بتاعت الحب والنواة بتاعت الحاجة الجميلة يعني. بالضبط كده الجميلة يا عمر يا أخي. علي قال خبي الوزن والمعنى في جيبك ومد إيدك وصافح المستمع. طبعا أنا ما متخيل أنه علي يكتب داري يعني. لا أنا بس عشان قاعد بعد قالت عمى السمحة لي متى أعمل اختلاف. جميل. قال خبي الوزن والمعنى في جيبك ومد إيدك وصافح المستمع وحدك بديت القافية في الأصلاب وحدك هسي في دامس قصايد الزيف تشع. يا سلام. أهديني من صوتك فيع يا طيب الأيام بقن واحد أمام الذكرى وتساوت فصول وتلجمت كلماتنا بالقلناه يوم سهل الكلام وتحتت الأشعار قصيدة قصيدة فقولا بكي وبقينا ما قاعدين نقول. اليوم تأكدت الحقيقة الفاجعة أن القافية في يد الأحبة ونحن مجموعة الطبول الآن بقينا نفتش الأحرف ونجدر المشاعر نبكي واقفين في الطلول. يا سلام يا سلام. الأطلال دائما هي زي ما بقول بيحبوا الأطلال. أي بيحبوه في نفس الوقت بيتعبوا. أيوة. صح أحمد؟ مع إنه في ناس قالوا بيبكوا على الأطلال ما أعرف بيبكوا لازم نبكي واقفين كمان يعني قفانا نبكي قلت لازم نبكي واقفين نبكي واقفين. أيوة يعني احتياطاً إنه دائما يعني بنلاحظ إذا مسكنا بس من ناحية سيكولوجية بنلقى إنه البكاء لا يطيب إلا إذا كان الإنسان مرتاح. صح؟ يعني إلا إذا كان جالس وكذا. فالبكاء في وقوف الإنسان أنا أعتقد إنه ده دلالة عليه قفاء نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. أنا أعتقد إنه دي دلالة على موقف صعب يعني. بعدين الوقوف ذاته علامة بتاع التأبين ولا لما ولا دقيقة تأبين دقيقة حداد حداد الوقفة دي ده هنا يعني. صحيح إنه مكان يعني ممكن تكون وقفة يا احترام مثلا يقول وقفة احترام يا حزن مرات تقيف على يعني باعتباره موقف صعب بيحتاج الوقوف. طيب يا شباب إذا مسكنا نقطة كده معينة بيقولوا إنه كل شاعر بيكون عنده يعني نفس في قصائده معروف به. صح؟ يعني مثلا كمثال كده بنلقى إنه المتنبي حسب ما قالوا النقاد إنه عنده حاجة بيسموها تضخم الأنا.
صح؟ أنا الذي أنا الذي أنا الذي. فشنو شنو الحاجة اللي عندكم ممكن هي تكون نفس لزول من خلال كل القصائد اللي هو بيكتبها، أو ممكن نقول هو الإحساس اللي بيملي الإنسان القصائد اللي عنده أو مختلف الكتابات اللي عنده. أحمد نعم طبعاً المتنبي طبعاً ما باعتباره هو أصلاً الأنا دي مع حقته أي معروف يعني هو شخصية يعني هو أصلاً شايف نفسه طبعاً كان يعني الكلفة الكل في صح. في عهده ذاك يعني صح. وهنا أنا طبعاً يعني بخوت إنه ما يعني هو قال سيعلم الجمع من منضم مجلسنا بأنني خير من تزعى به قدم على الإطلاق على أي حاجة يعني باعتباره كله يعني المستقبل والماضي وكله يعتبر نفسه وجوده في أي عهد يعني يعني ولا كان بيتصور انه في انه حيموت يوم من الايام يعني خد نفسه كده يعني صح. لكن طبعا انا بيجي انه في النفس يلا انا نفسي مثلا بيجي في نوع الشعر بتاعي مثلا يعني دائما بندرج في حته الرمزيه طبعا الشعر المباشر بيجي ما يعني شويه كده ما بيقول وقع يعني بيكون شنو يعني عادي في المسامع يعني حاجة فيها رتابة كده بيكون فيها رتابة دائما الزور شنو بتقوم بيقى الناس يعني بيقى عشان تصدد ديهم الحتة مثلا الحاجة المقصودة تلف لهم حولها بعد ذاكم يستنتجوا هنا يعني تحوم حول الحق عشان توريهم الزهرة قاعدة بين صح يعني كده الزور بيحوم حول المعنى لكن أو بدي شنو رمزيات لهم حاجة معينة عشان شنو إنه يهدف من الرمزيات دي تربطها بحدث معين أو حاجة الناس من خلال الحاجات دي تقدر يعني تفهم بتقوم بتتحسس الجمال بتاع الكلمات أنا أصلا هو شنو زول اديته حاجات جميلة حول الموضوع في النهاية بيقوم بتخيل لك جمال الحاجة في النص صحيح جميل عمر طيب أنا أريد نفسي في ممكن نسميها أنا الشاعرة يعني دي اللي هي بتعبر عن ذاتك يعني او عن حياتك الداخل في الاعماق وذاتك فانا بميل للناحية دي يعني عشان كده انا لاحظت دايما انا ما عارف يعني الحاجه دي عندها علاقه بكلامك دايما انت بتلقى نفسك في القصايد الحزينه قلت يعني كده صح انا لاحظت كده يعني من خلال قصايدك دي برضو عندها وقع بالمناسبه في يعني في شاعرية الزول طيب علي انا اعتقد انه بالنسبة للمتنبي هو متنبي مؤثر في الناس كلها يعني كونه متنبي كان شاعر الأنا فيه متضخمة هي يعني ممكن تكون محل جدل تاني لكن مؤثر في الناس كلهم برضو حكاية أحمد قال هو التوية وعدم البوح بالمعنى بالتحديد هو ممكن تكون نهج يعني أنا عندي بيت بقول إذا عشقت جعلت القصد توية فلا يوى البدو إلا والدجى دونه فده يعني لكن برضو الحزن كان عندي بقول بيت بقول فيه أريتك لو يوما خرجت وشاعر من الحزن لا يلقي إليك عيونه أكنت ستبقى شاعرا أي شاعر يقدر لي دون الأسى أن أكونه فالأسى والحزن هي من أهم أدوات الشاعر في الكتابة لأنه الشاعر ما بيتعامل مع الإنسان في حالته العادية بيتعامل معه في الأزمة صحيح في لحظة أن هو اللحظة اللي هو ممكن يكون بخيار أنه هو يبقى صوفي كبير بين أنه هو يبقى منهزم كبير أو أنه هو يبقى منتحر أو أنه هو يبقى زول ناجح فأنه اللحظة المفرق الطريق بين طريقين حادين دي هي اللحظة اللي بيتكلم عنها الشاعر يعني الشاعر ما بيتكلم عن عاديات الأمور حتى في عاديات الأمور لاحظت مثلا عمر قال الغيم نفسه بيختار يعني أنه إذا كان الحق بيستحق يلقي عليه ماء فيقوم سوسن ولا فدي يعني حتى هو بيجعل الشاعرية بمد بساطة لكامل الكون حتى للجمادات يعني والجمادات الحياتية كلها وهو ألبس الجمادات الحلية الإنسانية ألبسها أيوة وكمان الإنسان الشاعر مش الإنسان عادي صح, صح فالحياة دي كلها أنا برضو يعني متفق معها كلها يعني أنا الحزن والأنا ودي كلها لها علاقة بالإنسان صح وإذا مسكنا دائماً حسب كلام العلماء يعني النقاد بيقولوا إنه دائماً الحزن والأسى هو أكبر إحساس في الشعر بصورة عامة من بدأ الشعر بنلقى إنه أول مبتعث للشعر بيكون هو دائماً الحياة الحزينة أكثر من الحياة المفرحة طيب على كانوا في كتب الكتب التفسير الأولى بيقولوا أول شعر يتكتب في تاريخ
الشعر لما قابيل قتل هابيل حزن صح. وآدم لما وثى هابيل طبعا دي حياة فيها رد وأخذ، لكن يعني على أنه الحزن هو بداية الشعر ممكن يكون برضو لها نظرة المفسرين للقرآن كانوا قالوا كده يعني برضو كلامي عضد كلامك أنا. جميل. طيب طوالي نسمع منك. طيب أنا حقول قصيدة هي من فصحى، بقول عيناني ترتزماني فوق شواطئي رعدا يقهقه لارتعاش قواقعي، كعرائش القش يدحن بظلها غضب الخريف كظهر شيخ راكعي، فإذا تلاطمتا وأبرق ضوءها وتجلتا لي دكت أضالعي، عيناني سمراوان حول وميضها جلس الحواريون جلسة خاشعي، رمتا بعيني ظل مئذنة فما فتئت تؤذن بالصلاة لسامعي، واصطفت الأشواق ضمخها التقى كتفا بكتف الامتلاء الجامعي، يا عنق سندسها الذي رمشت له عيني وغارت خيفة من طالعي، لبسته وانعاجت علي معاجها وبكل زاوية معاج زوابعي، فتقت فضاء تساؤل من يا ترى هذا ومال الجيد كالمتراجع، فتألقت واخضوضت روحي مدى مد المسافي عينه كالضائع، شبهتها أهلي فجالت خاطي صور معلقة بعمق طبائع، أريف أقفر مهرجان حصاده وتمدنت لغة النخيل الفارع، لا جعجعات الطحن توقظ دومة لا دومة تمتص حزنا منابعي، والليل ألقى ثوبه في أرضنا فالأرض تأبى أن تلين لزايعي، أشدو لها حتى إذا تعب الصدى من شق جوف الأرض هز مدامعي، نظرت إلي فأجفلت خيلي وما عودتها واندحت ثم ولا أعي في طينها، وتوالدت أرواحنا حتى اسبطر الحب فوق مرابعي، خصبته بوفاة ألف حبيبة كفنتهن بكل حرف يانعي، فإذا كتبت فجبتي صوفية في حضرة تنثال ملء نوازعي، طوبى لناظرة ستوحي مقطعا من عاطفاتي أو تهيج مطالعي، والآن إذ متع الضحى بعيونها طفر الظلال أمسكت بأكايعي، وذهبت عنها لا يزال بخاطري شيء توا عن فضول مسامعي، كانت كداهشة فأية فكرة خمرت ملامحها بأغرب طابعي، سكنت بجامعتي وصارت مرجعا ما زلت أبحث عنه بين مراجعي، إن نلتقي أخرى سيتقد المدى ألقا على شرف الغزال الوادعي، يا وحشتي يا لانفعالي حينها سأحس أن الكون رهن أصابعي. جميل والله يا علي. الله يخليك. متواصلين معاكم مع الشعراء الجميلين أحمد سراج الدين وعمر حسن وعلي يوسف، حنرجع بعد الفاصل نسمع عمر ونسمع أحمد، خلوكم قرب. لمحتك في اقتباس الفكرة من حاضر كتب ماضيك، لمحتك في اصطدام سحبك مع الصد السكن جواك، برك ضوا ملان ظلمات يمرق من حشاه وشيك، لمحتك في صدود العيس عن النغم الشداو حاديك، لمحتك في بياض روحك علي رغم السواد الفيك، ما دام يحفل بالحياة طليقا سيظل يعشق سابحا وغريقا، فالعمر ليس ببعد ما يخبو به بل باتغاد الجمر فيه حريقا، جمع من الخفرات جزن بقلبه فمضينا لما لم يجدن بريقا إلا التي
لما رأته أدركت سر الذبول فغادرته وريقا. بعض النساء إذا مررن ببلدة يتركن حتى في الصخور رحيقا. قد كان قبل عبورها مستوحشا يطأ الطريق ولا يراه طريقا، حتى تنفس عطرها فإذا به يهوى التأمل في الحياة عميقا. فيرى السلام يفيض من أطرافه ويرى العدو مع الصديق صديقا، ويرى القنابل كالسنابل كلما سقطت تفرق في مداه شروقا. يا ويده لم يدري أن عبورها سيقيم فيه حدائقا وبروقا، ويعيد كل حكاية مرت به أياما كان هوى الشباب أنيقا. من لم يعج بالحب ظل فؤاده نزقا وعاش حياته زنديقا. يعني بس نحن ولا احنا زنادقه طبت كده ظل عصر علينا شيء ما عندك ذول هنا يعني ذول حاقد في هنا. بعدين عمر عندك بعض النساء اذا مررنا او عبرنا شنو بقريه ببلده يتركنا حتى في الصخور رحيقه. انا حخليك انت وحخلي علي يتكلم لي في النقطه دي. اذا كان الزول اصلا الصخور هي ما من الحاجات اللي عندها صفه امساك العطر صح؟ ما بتمتز العطر، العطر امتزاز العطر دائما موصوف به الحاجات الرطبه صح؟ حتى اذا كان يعني بلا مؤاخذه اذا كان في جيفه في مكان معين لما يجي على المطر يا دوب ريحتها شنو؟ بتطلع. فنفس الحاجات الرائحه الطيبه، فلكن الصخور هنا هي النازل حتى بالصخور رحيقه. يعني ده معناه قوة بتقدر تطلع حاجات كثير منها. في الآية بتقول إن الملوك إذا دخلوا قاية جعلوا عزة أهلها زلة، فده قال إنه كده عكس. فقال وإذا إن النساء إذا بعض النساء إذا مررنا ببلدة تركنا حتى في الصخور. بعدين برضو الآية الثانية حقت بتقول انه الصخور من الصخور انه شنو ما ينتج ماء انه تطلع منها المويه، وانما من الحجاره أيوة. الماء تفجر منه الانهار. فسبحان الله يعني من البيت ده ممكن تطلع كثير صح. فاذا كان الصخره هي اللي امتزت عطر النسادل انا اعتقد انه يلا هم في الحته دي ها انت قصد انه الصخرة طبعا ما حاجة صمة، أول حاجة ملسة يعني مستحيل يكون مثلا تعبر صحيح زي ما أنت قلت حاجة رطبة. زائد إنه حتى إنه يمر حتى إنه تطلع من الصخور الرحيقة، يعني هي الصخرة ذات أصلا حاجة يعني جافة قاسية يعني قسوة، إنه معناه إنه بتديها اللين. يعني هو قصده إنه يعني حتى ممكن الصخرة تلين يعني تلين لما تبقى شنو حاجة، وده كله بفعل او باثر الرحيق الجا هذا. اذا مرت ما قال مرت ببلدة يعني ده مرورها، انه حتى في صخور الحول في البلده بتبقى لين يعني، وفي دلاله هنا على انه الرحيق حيكون في كل حاجه وان كان في الصخره الصلبه. صح ايوه نعم يا سلام مبالغه دي ده تعبير جميل. طيب احمد اسمع طيب مدخل بسيط كده. السكك خطوات مشيك بتنادي فيني براي شريك بالسجني ليكونك تغاريدك وزاجل مراسيلك شهيق ودربك مرشرش ضي وشيك ولون المغارب في اندماج لونك وشيك فترة خطاويك ونفترض نهاية الخطوة فيك أجمل بداية الطريق. يا سلام نص ما تفضحيني بريدك المارك بغادي وأبعد من هناك، وأولاد حبنا البجار في ذاك النهار كايسين قرار دسديسيهم للحياة أو في مساكن الروح أو ممكن نبوح لو يتفق فينا الطموح ونلبس خليجي مكتفين أو مكتفين نكون عقال وشمخ بعض ممكن نكون
أو لا نكون. كون المهمة بذاتك، كون المشبعة بالجنون أو انعكاس خافت من تدنقر خاطف لونين من حالاتك، كون المبعثرة في شتاتك أو لم ذاتك. يا سلام. ما الفلقة جاتك، ما العين بتسحر حوصصة تشوفة بتجلي منك صبني خوفة، وانت القمر سايبة النجيمات شايلة من ضيك بيهو تتعمد تعاكس تديني كنتاك شان أشوفك لو بس أشوفك لو بس أشوفك. كنت بتذكر كلامك كان بعافر في الزمان وكان بشيل في محتوى بينقطف قبل الأوان. موسم كلامك بشير لطيفك في الغمام وأنا طيفي هام، ضل الطريق رغم الطريق ماخذ مسار واصلني بيك. ما أجمل تشابه دربنا وسط السلاسل من أضانك للزمام جد. يا سلام يا سلام يا أخي يا سلام يا سلام بالجد. حاصل ملاقاتك بنفس المقدار في لهفتي أو في صفر تدي النتيجة صفر كبير. فراقك حرام. طير يا حمام طير يا حمام ورك يا إحساسي في خبر السفر خبر الفاجعة قصقص للفقر نبحك بيفضح في العشمة هو هو تهوهي وبالوعود عشقك دوام حب السفر وأنا بالي مهموم بالقرار سارح مع الخبر الأليم ده أنا قد نطير مني كطار. أها صدقيني بجد ما هزار صدقيني الروحك معلقة في نجف صالة المطار. يا صدقيني كذب كذب صدقيني كذب كذب هاي وبتم عجز البيت سؤال عشمك تسافري تبلو شوقك وتطيري عكس الجاذبية تستجيب للصوت اللي بينده ليك يقول واحد نفر وقلبك من النوع النفر قلبك من النوع النفر ساب الحنين سكران وترتح في الضلال دقش العمود سقط مخشيا على الريحة الشمال فقد الوعي فقد الوعي والحق والحق بيشهد من معي إنه الحناض للمرة منك ما شبه لون المزاح جابت حبك بالحقيقة قبال أقول قول الصراح كان الكلام أخرس وأبكم ومن سكات وإحساس براوغ في الحنين تفكيره مايل للشتات وأنا قلبي رافض للسكات أنا قلبي رافض للسكات كان بيقول مجمل كلام قلبك بيشوف رهاب رهاب قلبك بيشوف رهاب رهاب محتارة ديمة في نظرتك محتارة ديمة في نظرتك أو لفتتك ما بين تعيني على المحب أو بين تتاوقي على المكب في قتلتك نظرك ضباب سهم عينيك بصيب في الاشتهاء كلابك يفتشوا للخراب وأنا ريدي ليك طاهر. أها سيب المساككة للسراب مالوجع فيني مركتها وأنا قلبي مفتوح للصواب نرجع نقول شعر الحياة بالغافية معزوف وانتراب وخلينا نتوسد سعادة تتمدد مشاعرنا الفصاح واستنشق عطور ريدك فتيل الحب وكد نختار صاح وتهب علي نسمة هواك وتقري فيك شاي الصباح وديك من التحنان براك أو من نهاك كل البراح وديك من التحنان براك أو من نهاك كل البراح كل البراح. يا سلام يا أخي يا سلام جميل والله يا أخي. نعم طيب أحمد علي يوسف طيب نحن كلنا يعني علينا في أعناقنا ديون للجامعات السودانية اللي هي خرجتنا ودتنا مجتمع كامل هو في الجامعة أنت ما بتأخذ بس العلوم اللي بتأخذها بتأخذ الناس المجتمع بتلاقي ناس من شتى الأطياف فمن هنا بحي الجامعات كلها وبحي الجامعة خرجت منها جامعة السودان. فالقصيدة حقولها دي فيها معالم جوا جامعة السودان خاصة للناس اللي بيعرفوا أجساما مجمع الجنوبي فبقول ما بين قاعتنا الكبرى فمعملي سي فالمسجد الفرد بالأقسام فالحرسي ربع وممشى وأقداو مقسمة يقول لي خاطر ذو دمعتين أسي فقلت والظهر بالأواق محتقب والمود حولي كالصور الطير في الغلس يمشون في حرم العشاق مذ سنة تعلم النطق بالعينين والنبس قلت انتظرها ووزع ألف قافية بين الدروب وبين الخرد الخنس ولا تفارق دروب الريح بل لها سبابة الشوق وأخذ أعمق النفس وخرج مع الزفرات الخارجات لها واركب شذ العطر أمسك مربط الفرس أن تعشق الشمس لا ميعاد ترقبه إلا اصطباحا بكأس النشوة القدس أمس انتظرت طويلا أن أقول لها
وأول الأمس لو أشفى من الخاسي أن القميص الذي كالوادي أجمل من ذاك الذي فيه طبع الأسود الشيسي. لا زالت الأجمل الأحلى وإن كبوت ولا أزال على ما كان من هوسي. قصائد يعني قصائد الجامعية. يا سلام جميل والله. طيب كده مدام تكلمنا عن قصائد الجامعية خلينا نتكلم شوية عن الجامعة وأثرها في شعرك كانت شو. بنلقى دائما إنه في تحول كبير صح إذا كان الشاعر هو شاعرته بتشوفها قبل الجامعة بنلقى إنه في تحول في شعر ما قبل الجامعة وشعر ما بعد الجامعة. الجامعة طبعا فيها مواقف كثيرة وفيها مستفزات كثيرة وفيها منتديات وفيها حاجات بتساعد على تنمية الأدب عند الزول بصورة عامة. فإذا تكلمنا عن النقطة دي علي. الجامعة بتكون فيها أنت بتتفاعل مع المجتمع بطريقة مباشرة غير أنه أنت بتكون عادة في الثانوي وفي بتاعت بتتفاعل مع أولاد المنطقة أولاد أهل في البيت، لكن هنا بتتفاعل مع مجتمع علمي مجتمع مختلف. فأنت بتكون أول تفاعل فعلي مع المجتمع لناس كتاب بيكون أول احتكاك بالمجتمع الجامعة. فبتطلع مواهب في ناس بيكتشف نفسهم في الجامعة ممكن حتى من ناحية يعني من شتى نواحي أكاديمية أدبية ممكن ناس تطلع يعني أي حاجة تكتشف نفسها. فالجامعة هي يعني معمل عشان الإنسان يكتشف نفسه صحيح يتجهزه للحياة بعد الجامعة مش الوظيفة بس حياة كاملة. صح عمر النقطة دي كيف معك؟ والله يا أخي أنا طبعا لسه في مستوى تاني ف ما احتكيت بموضوع لسه ما حسيت بالحاجة ما حسيت بشخصيتك لسه. طيب احمد طيب طبعا انا طبعا برضه ما احتكيت بال يعني بالجمعيات يعني الجمعيات الثقافيه اللي بتكون في الجامعات ما احتكيت بها ولا ما يعني في زمننا ذاك شويه كان يمكن جمعيه ثقافيه شويه وضعها صعب او شنو هي متاحه لكن شنو نحن منشغلين قلنا اكاديميا شويه صحيح. لكن انا بس يعني مع انه انا مثلا طبعا بتحسس برضه الناس اللي يكون عندهم نشاطات في الجامعات نلقى اصلا الجامعات طبعا فيها روح التنافس يعني دائما تجي تلقى مجموعه مثلا فلان مجموعه الفلانيه فاي زول عايز يظهر الافضل يلا اي زول بين حتى بيسمع النص من ثاني بيكون داري يشوف واحد احسن منه عشان شنو طبعا الشباب كده يعني بقول لك انا دائما عشان شنو اقصد مثلا الزول ده صح اقصد مثلا بيجيب لي نص كده ده داري يكتب حاجه افضل ده داري ايوه يجيب لي نص قوي يلا دي روح المنافسه دي قامت عملت تطور في الشعر الشباب ذاته خصوصا الناس. لكن طبعا هو برضه يعني تلقى شعر الجامعات شوية فيه يعني الناس بقت عملت بس مشكلة يعني سلبيات شوية إنه في حتة التشابه يعني في طريقة الكتابة زول بيبقى شنو بيجاري لأنه يعني بيعمل مجارة تلقى بيجاري في زميل أو في زول معاه في نفس المجموعة تلقى أخذ منه يلا. لكن هسي الفترة دي بقى في احتكاكات بقى مع مجتمعات تانية في بقى في منتديات خارجية كده الناس بقت تسمع حاجات جديدة بتتأثر بحاجة جديدة يلا بقى أي زول بقى تطلع لونيات جميلة هسي يعني في تردي ما شاء الله في نشاط كده جميل جدا في وسط الشعراء بقى اي زول بقى عنده لونيه سمحه اي زول بقى عنده نكهته يعني صح نكهته شعريه صح وده كله في مصلحه المكتبه الشعريه السودانيه يعني نعم اكيد طبعا المقام الاول عمر اسمع نص صغير كده هاي كويس. قالت عشقت البحر كنه كنه قالت عشقت البحر كنه كنه قلت موج البحر جامح قالت إذن كن ذلك البدر الذي يمتص من وهج الشموس بريقه فأجبت أخطر من جموح البحر إنسان يلون وجهه بملامح مسروقة ويظل يدعو للتعايش والتسامح قالت إذن كن ما تحب لكي أراك فقد مللتك غامضا واختر لوجهك ما يليق من الوجوه فراسة واغرسه ما بين المطامع والمطامح فأجبت لا يا حلوتي يكون أجمل ما يكون بلا ملامح. الله سلام عايز تكون كده انت من غير ملامح نجرب الفكره دي مع احمد ده غموض الشعر بتاعه يعني لازم هنا يعني هو الغموض لو ما بقى كده يعني اصلا ده ما وجهه نظر فيه كل قصيده عندها وجهه نظر يعني صح يعني
وجهه نظر لا يعني هدي دي كده باعتباره سبب النزول بتاعته صح بتاعت النص طبير كده يعني طيب. انه لازم تنزل غام خدتها انه تنزل غموضة يعني صح من غير ملامح ايوه احمد طيب نسمع منك نص اخير نص اخير طيب حقول طبعا نص يعني يمكن اول مره اقوله في انا عبر اي ما حصل قلته في منتدى وكنا تكون ده شرف لنا برضه احمد نقول لكم عبر ال حصر يعني اي ان شاء الله حصر يعني ان شاء الله بس ينال اعجابكم يعني لا ان شاء الله معليش حقول من اي تفضل طيب وطبعا نص جديد يعني اخر نص لي بيقول صبحك بيساوم الليل يمشي والليل بشغل النوم نجوم تعبت حواس الانتباه وتبت عيون شافت سواد الليل رمش والكون أمام مرمى الحبيب ناوشت كل الكواكب صادت القلب البدبع زمرته قمرو شمش هديات مجرة عمتنا من شوف الحبيبة وكيد تمش ولا السبيبة التايهة في ذاك الفلك زي فتحة في آخر الكلام منصوبة في الجون والنظم وخجلان ممنوعة ظهور سبب التعذر خوفا من شر العيون والضاري في الخصلات تكون منك ضفاير طيف ولون وانا ليلي ساير في طريق الرجعة سر الوجعة نجمات انكفن في سري وشرقتني الظنون وليل السكون في عيوني تاه في بالي ألقاك والعشم مع السعادة وضي شموع وننان من الحب مبتغاه يا سمحة يا ست الفريق ما أخذ الجمال بكم طريق سالك الجمال بكم طريق الديني معلومة الديني معلومة بتدل إنه السماح فيك عز بالحب مساماتك تنز تتشرفي جيدك سماح يلفيك فروع الشوك تهز وقلبك مع الليقاع يرز ويحت من الدنيا القباحة هدى يا تشوك برميني في دربك وغطغط بالحنين والضار من خجلك وكون متوسد الآلام وعود في انتظار منك يكون معادي لم أو سانحة ويغزوني كابوسك نوى تكتل الخلايا المانحة ينفتك جوا جرح وده يا تحب دامي وجريح القاني مسرح منفتح يمارس من الأدوار حقيقة والواقع بيقول إنك سبب كل المناحات والدموع وتبوق علي نيران حنين وتزيد من السكرات حريقة هدى يا تحب وبيا طريقة تتجسد النور ضي ملاك وتمحي للنجمات بريقة هدى يا تحب هدى يا تحب مرافق نفسكات وطول الطريق بيحلف وحات الشوفة ديك حبك فرات ويحلف على الغفوات يفيق هدى يا تحب ضد الطباع وواد الضباع بيحلم يمس منك شعاع ويلقى للأحلام طريقة هدى يا تحب ضد انسيابات الحنين وضد تفاح وضد تفاح نيتي الغريقة هدى يا تحب ضد انسيابات الحنين وضد تفاح نيتي الغريقة هدى يا تحب ليك يا صديق يا تحب ليك يا صديق بعد طفاح صديق ده برضو من النوع الغموض برضو غموض عجيب يا أخي غموض عجيب أنا والله شباب سعيد جدا بالحلقة يا أخي بلا شك هي كان حلقة جميلة حلقة مختلفة يعني في نظري فعندكم الفرصة للتحية والشكر لكل سؤال يعني تفضل علي والله أنا حبدأ بشكرك طبعا لأنك يعني خليت الحلقة جميلة لعفويتك وأشكر أحمد وعمر لأنهم أتحفونا بالحاجات اللي نحن قدرنا نعلق عليها لأنها ملانة محتاج صراحة زمن أطول ومساحة نقدية أوسع لأنها كلام جميل والله يعني وأبايك لأحمد قصيدته الجديدة الجميلة مولودة جديدة. أي بعدين أنا بحسله صديقة ولا تعب أسأله في الموضوع ده. تتربى في عزك أبو أحمد. في عز جميل في عز الغموض. في عز الغموض. عمر فرصة معك. الله يا أخي بشكر جدا أحمد وبشكر جميع الحضور و كل الناس. كل جميل أبو أحمد. والله التحية لك والتحية لكل الشعراء الزملاء عمر. مساعد عمر حسن وبجد والله حاجة مفرحة جدا إنه زوري طل عبر قناة أفريقيا العالمية
وجد يعني انه انا اول مره طبعا يعني باعتباره اكون طيفي بالقناه الجميله دي. برضو حصري يعني التبارك. اي حصري برضو يعني. ما اصلا احنا معانا ما نمشي محصورين. والله بجد يعني زول سعيد جدا والله, وشكرا يعني بشكرك شكرا جزيلا جدا. انت يعني من المقدمين المميزين يعني, وانت دائما قريب من الشعر ويعني ما شاء الله يعني في احتكاكك ده دائما يعني بيديك انه روح جميله في التقديم وروح جميله في تقديم الشعر عموما يعني. جميل. اي ان شاء الله نكون قلنا نكون يعني عملنا يعني حلقه شويه اخذت اضافه يعني. انا بالنسبه لي انا الحلقه دي مختلفه, حلقه جميله ويمكن كان فيها نوع كده من الانسجام بيننا الاربعه يعني, واتحفنا علي بنظرات الفلسفيه حاول يعني بعض الاقتباس من نويكم. فانا حاقول لكم عفوا على الشكر اللي انتم قدمتوه, وده واجب القنوات واجب كل وسط اعلام انه يستقطب المبدعين ويقدمهم للناس. وبرضو شكرا لك احمد على انك انت الليله كنت حصري في قناتنا, وقصيدتك برضو كانت حصريه على قناتنا. شكرا عمر على تلبية الدعوة في وقت قصير جدا, اتجيتنا عشان تمتعنا بالحاجات اللي قدمتها لنا. شكرا ابو علوة جاينا برضو من مكان بعيد ما قصرت معانا. اذا حلقة كانت جميلة جدا مع شعراء مميزين, شعراء لهم بصمة جميلة في الوسط الشعري الشبابي السوداني, احمد سراج الدين, عمر حسن, علي يوسف. وحتى نلتقي في حلقة جميلة أخرى مع شعراء مختلفين وجديدين على شاشة قناة العالمية. أترككم في أمان الله.